تعرف بحضرتك رؤوف ابراهيم. استاذ رؤوف، سيادة تواجدك في ميدان التحرير النهارده. ان احنا حاسس انها لسه ما حصلش اي تجديد، والثوره والناس اللي ماتت ما حدش بيعمل لهم حاجه، يعني الناس دي خلاص مش موجودين معانا في الدنيا عشان احنا نبقى كويسين، ولسه برضو احنا بنتقرطص، ولسه الدنيا كلها قاعده يتماطل فيها ويقولوا هنعمل، والقرار بيطلع على 30 40 بيان، هننظر وهنشوف وهنعمل، ولسه زي ما احنا مفيش اي حاجه، مفيش حاجه بتتقدم. مطالبك 1 2 3 ايه؟ والله انا مطالبي زي مطالب الناس، ان احنا نعيش محترمين مش اكتر. انا ماليش مطالب 1 2 3 تترقم، لكن اللي انا عايز احسه، عايز احس ان الناس بتتغير، عايز احس ان الناس اللي مش نظيفه تمشي بسرعه، اللي عايز احسه، عايز احس ان يمسك يبقى كل همه هدفه البلد. انا عايز البلد، عايز امشي في شارع محترم، عايز اطمن على اهلي، عايز اطمن على كل الناس ان احنا ماشيين محفوظين حقوقنا وماشيين محترمين في الشارع، مش اكتر من كده. المجلس العسكري لم يكفل لك حقوقك والعيش في امان؟ والله هو الموضوع انا حاسس فيه، بس ان هو بطء جامد قوي وفي مماطله، ده اللي انا حاسه مش اكتر. انا حاسس الموضوع فيه بطء، ماشي الريتم بطيء جدا، مع ان احنا كل الناس مش عايزه تهدى ولا عايزه تبطل اللي هي الثورات ولا الكلام دوت، الا لما يحسوا ان في حركه فعلا بتحصل. الناس ماشيه بطيئه جدا جدا جدا، مش فاهمين ليه. لما الورق كله طلع على الناس ودانهم، خلاص احنا مستنيين اكتر من كده. البعض يرى ان لازم ندي المجلس العسكري فرصه، يعني لما احنا مدينين فرصه يا جماعه، احنا بقالنا شهرين وشويه ومدينين ولسه مدينين، بس عايزين نحس بتغيير. احنا لسه مدينين، احنا ما نقدرش نشكك في كل القيادات وما نقدرش نشكك في كل حاجه، بس لازم نحس ان في تغيير، لازم يحس ان في احترام للناس دي كلها. اي مسؤول مهما كبر ومهما كان قيادته، مفروض يعرف ان البلد دي بتاعت المواطنين مش بتاعه مسؤول. مهما كان مين هو، دي بلدنا احنا، مش بلد اي مسؤول. بشكر حضرتك جدا يا استاذ رؤوف. شكرا. تعرف حضرتك؟ محمد رؤوف عيش، امام وخطيب بوزاره الاوقاف. محمد، سبب وجودك في ميدان التحرير النهارده ايه؟ سبب وجودي من اجل انقاذ ثوره شباب مصر، الشباب اللي ضحوا بارواحهم، مئات الشباب اللي ضحوا بارواحهم، والاف الشهداء اللي اصيبوا حتى تحرير مصر من هذا النظام الفاسد البائد الذي جسم على صدورنا وعلى قلوبنا طيلة 30 عاما. من اجل ذلك جئنا حتى تتحقق بقية مطالب شباب الثورة، من محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، محاكمة زوجته، محاكمة أولاده الاثنين، سرعة انتهاء المحاكمات اللي موجودة حاليا لأحمد عز وزير جرانة وأحمد المغربي وزير السياحة السابق، كذلك برضو سرعة القبض ومحاكمة بقية رموز الفساد الذين ما زالوا أحرار، زي فتحي سرور، زكريا عزمي، صفوت الشريف. نريد بمحاكمة محاكمة عاجلة وسريعة. من وجهة نظرك، هناك تباطؤ من المجلس العسكري؟ في تباطؤ فعلا من المجلس العسكري في سرعة اتخاذ القرارات. احنا عاوزين قرارات اسرع من كده، يعني عاوزين قرارات اسرع من كده، عاوزين امور اسرع من كده حتى تتحقق مطالب شباب ثورة مصر. بشكرك جدا. بنكرر تاني، لو في اطفال اسر شهداء موجودين في الميدان يتفضلوا هنا. كبر شطوره قش الحديد وادع الكوره، علمني اقرا شطوره قش الحديد وادع الكوره، علمني جسمي يبقى نشيط ما تاثرش القعوره. مساء الخير، انا محمد السراعي، دكتور علاج طبيعي. اوكي، انا كنت عايز اسالك مين صاحب الفكره تنظيم حفل الايتام النهارده؟ تنظيم، احنا بنعمل النهارده حفله تكريم ايتام الشهداء برعايه ائتلاف شباب الثوره، اللي بينظمها ائتلاف شباب الثوره. اوكي، كنت عايز اقول لحضرتك، يعني حضرتك معاك حد تاني او تبع شركه معينه، ولا انتوا مجموعه معينه منظمينها؟ احنا من ضمن مجموعه شباب ائتلاف الثوره. تعرف فيك يا حاج؟ نعم يا خالد. تعرف فيك؟ انا اسمي حسن محمد محمود. سبب وجودك النهارده في ميدان التحرير ايه؟ عشان عاوزين نرجع فلوسنا اللي خدها حسني مبارك. و
احنا الناس محتاجين وتعبانين في المعيشة وجايين ويعني مفيش اي شغل عندنا، وانا راجل عندي 5 عيال اكلهم منين؟ طب يوظفني، يعمل لي وظيفة، يعمل لي معاش عشان كل شهر اقبض. يعني انا ما عرفش اقرا ولا اكتب دلوقتي، اروح دلوقتي انا دلوقتي اتوظف؟ يقول لك معاك خط. ايش خط يا عم؟ بعمل ايه يعني؟ معاش خط هيموت؟ يوظف اي حاجة، في جامع، فراش، حتى في كنيسة يا اخي، حتى في كنيسة نتوظف. يعني عاوزين نعيش، عاوزين نعيش زي الناس ما عايشة. واهم شيء عاوزين حسن مبارك يتحاكم ويرجع المريضات، مريضات اكتر، مريضات عاوزين نرجعها. اشكرك جدا يا حاج. مساء الخير. مساء النور. اتعرف بيه؟ احمد الشناوي. ممكن افهم سبب تواجد حضرتك النهارده في النادي التحرير ايه؟ طبعا عايزين مطالبنا تتحقق. يعني اول حاجه طبعا المطلب الاساسي ان هو يتحاكم الفاسدين اللي هو الرئيس حسني مبارك طبعا اول واحد، واعوانه كلهم، النظام كله. في نفس الوقت برضو محاكمه صفوت شريف، زكريا عزمي، كل اللي هم الخونه اللي هم قتلوا طبعا في الشهداء، ودي اول طلب لينا ان احنا فعلا نحاكم الفاسدين. ممكن اعرف راي حضرتك في مشير طنطاوي؟ هو المشير طنطاوي طبعا يعني في وضع محرج جدا، يعني ان هو كان طبعا هو ليس يعني طبعا فضل كبير علينا في الثوره، في شباب الثوره، بس برضو مش يعني اللي بيعمله دلوقتي ان هو بيتسطر على الناس مجرمين. هو احنا بس بنطلب حاجه واحده بس اللي هو العداله انها تحصل، يبقى في مساواه فعلا، ان القضايا اللي هي الموجوده، قضايا حبيب العدلي، قضايا صفوت شريف، زكريا عزمي، كل القضايا دي ان هم يتحبسوا. احنا عايزين العداله بس مش اكتر. هم مش بيطبقوا العداله دلوقتي، وهم في وضع محرج، لان الرئيس حسني مبارك كان هو فعلا معين المشير طنطاوي، يعتبر هو يعني الاثنين تبع بعض، يعني هو اللي معاه، فهو في وضع محرج. هو المفروض دلوقتي يمشي، ما يكملش. عايز يعمل نعمل مجلس رئاسي عسكري، عسكري مدني، ونسلم السلطه ليه على الاقل فتره مؤقته، وبعد كده ان شاء الله اكيد هيتحاكموا الناس اللي هي الفاسده دي كلها تتحاكم. لكن دلوقتي طول ما المشير موجود ما فيش هتبقى محاكمات موجوده خالص. لكن كشخصيه المشير طنطاوي نفسه، يعني كشخصيته بعيد عن الاحداث اللي حصلت، ايه رايك في شخصيته هو؟ كشخصيه هو يعني من ناحيه شخصيه المشير طنطاوي كقائد الجيش مواقفه لا، هو كشخص يعني لما اتعامل معانا ايام الثوره، لما خلى مبارك يتنحى طبعا، دي كان موقف عظيم جدا منه. هو طبعا مع سامي عنان، مع اللواء سامي عنان، الناس كلها فعلا يعني حاطين فضل كبير قوي على الجيش ان هم فعلا وقفوا جنبينا. بس الفتره دي احنا محتاجين ان العدل، محتاجين العدل، المحاكمه يعني السريعه العاجله للناس اللي قتلت ولادنا، اللي قتلت الشباب اللي هو اللي نزل في ميدان التحرير، اللي قتلت الشباب في كل محافظات مصر، وده حقنا الطبيعي. احنا مش محتاجين غير العدل والمساواه بس. اتعرف حضرتك؟ المهندس سامي الجمل، مهندس معماري حر، بشتغل لحسابي. مهندس سامي، سبب تواجدك في ميدان التحرير النهارده؟ انا جاي ميدان التحرير عشان اعبر عن رايي وعن اعتراضي عن بطء سياسه المجلس الاعلى للقوات المسلحه، دي نمره واحد. نمره اتنين، ان انا بعترض ان انا كبرت وبلغت الرشد، اصبحت ناضج، ما ينفعش يبقى عليا وصي تاني، ما ينفعش المجلس الاعلى او اي رئيس دوله يفرض عليا ازاي يحكمني. انا ما يهمنيش مين يحكمني، لكن يهمني يحكمني ازاي وبايه. هو ده القاعده الاساسيه. انا جاي هنا اقول للمجلس الاعلى للقوات المسلحه، انت مش هتفرض عليا الدستور، لاني انا اساس الدستور، انا الشعب، انا واحد من الشعب، اساس الدستور واساس التشريع. يبقى الطريقه اللي انا عايز اتحكم بيها هي اللي انا اقولها، مش اللي انت تفرض عليا. المجلس العسكري ماسك البلد فتره انتقاليه، يبقى لازم نرضى فيها عشان البلد تعود يعني لحالتها شبه حاله استقرار، ممكن نقول. انا معاك. المجلس الاعلى للقوات المسلحه ماسك اداره البلد وليس حكم البلد. يفرق فرق كبير جدا بين الاداره والحكم. المجلس العسكري ماسك إدارة البلد علشان يحقق نوع من الأمان أو نوع من الهدوء والسكينة اللي يقدر خلالها الشعب يحدد طريقة حكمه أو طريقة حياته في الفترة القادمة، مش إن هو قاعد عشان يصغ لي حياتي في الفترة المستقبلية. عمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما يصغ لي حياتي
ولا عمر رئيس الدولة يصيغ لحياتي ولا أي نوع من أنواع الحكومات. أنا اللي أقول أنا أتحكم إزاي، أنا اللي أقول العلاقة اللي بيني وبين اللي فوق تكون إزاي. أنا مصدر التشريع، أنا الشعب مصدر التشريع. أنا بتكلمش عن أنا اللي هو أنا سامي، أنا بتكلم عن أنا اللي هو مثيل الشعب. الشعب المصري طول عمره طول عمره بيفرز قادة وبيفرز اللي يحكموه، لكن عمره ما كان عبد الحاكم، ودي نقطة أساسية جدا. الشعب حتى حسني مبارك لما جه يتخلى عن السلطة قال إيه في قرار التخلي؟ التخلي قال إيه؟ وأفوض من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إدارة شؤون البلد، ليس اتخاذ قرارات لحكم الشعب. ما قالش كده خالص، رغم ان ده باطل. ووجود المجلس الاعلى للقوات المسلحه بعد بتفويض من الرئيس باطل، لان ما عنديش في دستوري اللي كان قائم ساعتها اللي سقط بصوت حسني مبارك، ما عنديش حاجه تقول ان انا افوض سلطات الرئيس لاي حد. مهندس حضرتك تحدث عن تباطؤ المجلس الاعلى في تنفيذ القرارات. لا انا مش انا دستور يعني غير راضي ان المجلس الاعلى هو اللي يحط الدستور. لا شايف مش بالمعنى ده. انا رافض ان هم يحددوا نوع الدستور او نوع سياسه البلد في المرحله القادمه. مش من حقه يقول لي رئاسيه او برلمانيه او برلمسيه، مش من حقه. اللي من حقه يختار انا. مش من حقه اقول ان انا مش عايز مجلس شورى اللي بيصرف 400 مليون في السنه بلا داعي وبلا وعي، مش من حقه ان يفرضوا عليا ان يبقى موجود. سامي تعديلات دستوريه من قبل القوات المسلحه وانت اللي اخترت استفتاء. ده فخ حطه في الشعب. الحته دي فخ. انا عايز اسال اي واحد من اللي موجودين هنا دول، عندك حوالي 300 400 الف موجودين في الميدان، اسال اي واحد فيهم ايه هو المكسب او الفائده اللي عادت عليا او عليك من الاستفتاء بتاع 19. اسال السؤال ده وانت تعرف ردي عليه. انت دفعت 200 مليون علشان تعمل استفتاء ماشي، ووقفت الدوله يوم كامل، واكتر من 18 مليون بني ادم خرجوا يقولوا نعم او لا بحريه وديمقراطيه زي ما قالوا. بعد ده كله ايه اللي انت جنيته منها؟ ناثينج. ده كان ليه؟ لان المجلس الاعلى للقوات المسلحه خد قراره من دماغه. كان من باب اولى ان انا في الاول خالص، من الاول خالص سامي، ان انا من الاول خالص بما اني ناوي اعمل اعلان دستوري اعمل نفس مجموعه التعديلات هي هي واحطها في الاعلان الدستوري وانزلها للشعب الاستفتاء. ما تقوليش النهارده ان انت تستفتيني وتاخد رايي في 9 بنود وتنزل لي اعلان دستوري 63 بند. جزء انا اتاخد رايي فيه، جزء ما اتاخدش رايي فيه. انت مش واصي عليا. الشعب المصري بعد 25 يناير نضج. الشعب المصري بلغ سن الرشد. غير قابل للوصاية من اي حد جوه او بره. اصبح قراره داخل نفسه، قراره هو اللي بيفرضه، ما حدش هيفرض عليه حاجه. تباطؤ المجلس الاعلى للقوات المسلحه تباطؤ يشوبه ممكن نقول عليه يؤدي الى نوع من الشك والريبه جوه اي واحد فينا. دي نمره واحد. نمره اتنين، ترك مجموعه من الفاسدين التي لا يمكن يكون لاي بني ادم شك انهم فعلا فاسدين. اذا ما كانش فاسد مالي فهو فاسد سياسي، اذا ما كانش فاسد سياسي فهو افسد فكر 85 بطل، 85 شمعه ممكن تنور العالم كله. ما ينفعش، لازم يتحاسبوا. ليه لحد النهارده ما تحاسبوش؟ انا اول ما بمسك حرامي اول حاجه بعمل ايه؟ بروح مكتفه. هل انت الحراميه اللي في البلد كلهم اتكتفوا؟ في منهم حراميه مطلقاء بيضربوا الشرفاء، بيؤذوني بيؤذوك واحنا قاعدين دلوقتي، بيستنزفوا الدوله، بيستنزفوا المجهود والوقت. الفلوس احنا قادرين على تعويضها. بلدك بتنسرق من 3000 سنه، بلدك بيخرج منها كل سنه لا يقل عن 7-8 مليار دولار كل سنة، والبلد واقفة وأنا باكل وأنت بتاكل وأنا بلبس وأنت بتلبس. بلدك قوية، بس انزع إيد النهب منها. فرمل السلابين والنهبين، هتلاقي نفسك زي الفل. أشكرك جدا مهندس. عفوا تحت أمرك.